ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن. أجواء الميلاد هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، فبعد 7 سنوات من الحرب كبار وصغار يرسمون النصر من جديد بعيونهم ويحتفلون على طريقتهم بالميلاد المجيد، حيث قدم كورال الكلمة للكنيسة الإنجيلية الوطنية في اللاذقية أمسية ميلادية حملت رسالة السلام للسوريين والرجاء بأن يعم الأمن بلدهم، بالإضافة إلى أمسية ميلادية أخرى قدمتها جوقة القديس يوسف الدمشقي التابعة مطرانية الروم الأرثوذكس باللاذقية، مع مشاركة لجوقة القديسة كاسياني في دار الأسد للثقافة بحضور فعالية رسمية وحزبية وشعبية. أعياد المجيدة التي يحتفل بها أبناء الوطن أجمعين، هكذا هي سوريا وهكذا تعلمنا في مدرسة التاريخ عبق تاريخ هذا الوطن الغالي الذي يمتد إلى آلاف السنين وسيبقى رغم أنوف أعدائنا ألق وذاه حاضرين الذي سطرته دماء طاهرة لشهداء أبرار وجرحى ندعو لهم بالشفاء العاجل ومستقبل واعد إن شاء الله، كما نحتفل بنهاية عام مضى بآلامه وآماله، سنحتفل إن شاء الله قريبا جدا بعام جديد كله أمل ونصر. مثل ما سامعين أنتوا ورا مننا الجوع عم ترتل تراتيل الميلاد، ونحن من 2000 سنة بهالبلد عم ننشد تسابيح الميلاد، ننشد تسابيح السلام وندعو إلى السلام وإلى المحبة. رسالتنا اليوم هي رسالة مضاعفة، رسالة من جهة احتفال بأعياد الميلاد بتجسد الكلمة، ومن جهة أيضا هي دعاء لهذا البلد، دعاء من أجل السلام، من أجل نصرة الجيش. كان عندنا أمسية ميلادية اللي هي فيها تراتيل بتخص عيد ميلاد الرب يسوع المسيح، وفيها أيضا مسرحية بتحكي عن رحلة حول العالم لعائلة الطفل يسوع اللي هي عم بتدور على مكان لإلها. اليوم لكل السوريين حول العالم هناك رجاء، هناك سلام، هناك محبة. يا رب نقدر نرجع كل شخص حول العالم من السوريين لبلده لأرضه ونتشارك فرح الميلاد. تضمنت الأمسيتان تراتيل وسكتشات تمثيلية من وحي الميلاد المجيد حملت رسالة السلام للسوريين والرجاء بأن يعم الأمن والأمان كل أرجاء الوطن. بتمنى من قلبي سلام لسوريا بكل لحظة وبكل دقيقة، وبتمنى كل حدا بعيد يقدر يرجع ويعيد معنا هون بين أهله وبين ناسه. نحن كتير مبسوطين بقدوم السيد المسيح لأنه هو مخلصنا، ونحن نتمنى لهالبلد الخلاص والسلام والأمان. كل سنة وأنتم بخير، ينعاد على الجميع وعلى البلد وعلى القائد، ويا رب تكون هالسنة سنة خير وميلاد مجيد على الجميع. رسالة الميلاد منذ 2000 عام كانت وما زالت الرجاء بأن يعم السلام والمحبة العالم أجمع، وفي سوريا هذا العام اختصرت الصلوات والتراتيل احتفالاً بالميلاد المجيد على الدعاء بأن يعم الأمن والأمان جميع المحافظات السورية، وأن يحفظ الله رجال الجيش العربي السوري. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد.